رفض النجم الوطني محمد البنا لاعب الكيك بوكسينج اللاعب أمام لاعب من ممثل الكيان الصهيوني في مباراة ضمن بطولة تركيا الدولية المقامة حاليا في مدينة أنطاليا التركية. وقال اللاعب البنا في تصريحات صحفية إنه يرفض وبشكل قاطع منافسة أي لاعب يمثل الكيان الصهيوني في رسالة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، مكتفيا بذلك بحصده للميدالية البرونزية. يذكر أن البطولة غير مدرجة على الأجندة الدولية الرسمية، حيث تأتي المشاركة بها على صعيد المراكز التدريبية التي تهتم بهذه اللعبة.